شر ويفرج على الدكتور هزاع بن علي لابو شريدة والدكتور راشد بن علي لابو شريدة وابن ملهية والكاتب والشاعر المبدع الكبير عبد الله السالم فرجا عاجلا. هؤلاء الشرفاء اللي وقفوا مع قضية عادلة تناساهم الكثير، وهم ما وقفوا من أجل أرواحهم ولا أنفسهم ولا مصالحهم الخاصة، وقفوا من أجل الحقوق فئة من المجتمع هضمت عن عمد وتم محاسبتهم بلا جريمة بقوانين وأحكام جائدة اللي حكم عليهم متناسين ما فيه يد إلا يد الله فوقها جل جلاله. ما زال يتوهم أنها بيعمر عمر نوح، ما دار أن ذي أعمار بيد الله جل جلاله. نعم نكررها عليك في كل خطاب، ما أنت فوق من الله ولا أنت معمر عمر نوح. لا تحكم عليهم 10 مؤبدات، مهم مؤبد ولا 4 سنين ولا 5 سنين. لكن قبل ما أتطرق للي نبغى أتطرق لها، أدعو للوالد منصور ابن ناصر حيان بي منصور بالشفاء العاجل، يرقد في أروقة مستشفيات تايلند، الله يشفيه ويحسن خاتمتنا وخاتمته وأخواننا المسلمين. الكاتب والمبدع عبد الله السالم حكم عليه 4 سنوات، حذف قدم استئناف وحذفه منها 2 سنين، بقى 2 سنين، يعني قضاء 3/4 المدة. لكن أمن الدولة عندهم بلاغ دسينة حق 6 سنين 7 سنين ماضية، توهم طلعينها الآن عشان يصير عائق من خروج عبد الله السالم. وأكيد الأمير ابن قاسر يرته بوجهة نظرنا فيه، المفروض أن يرى الأمر هذا أنها عوج، حتى وإن كان الأمير مطلع على الأحكام الجائرة اللي تمت في عهده وهو مسؤول عنها أمام الله جل جلاله، ما له عذر منها. لكن ما بدرجة التطرف في التعامل مع الآخرين من أبناء الوطن. لذلك من الدولة اللي يسعى لأنه يرضي 3 أو 4 أشخاص وتناسي العدالة والنظام والقيم والدين، هذا هؤلاء مجموعة من الأذناب، هم مجموعة من شرفاء الوطن. أي كان من الدولة هذا في أي مكان، أمن الدولة يحافظ على أمن الوطن وأمن الشعب وأمن الحكومة وأمن القيادة ككل خليط، ما تقدر توزعهم. عبد الله السالم يقول بالله بترز الكلبشات يا عباس، موصى وفي زورك طنا واصلا حده، مطاولك من طاري القبيلة مرض وسواس، لكن ذا طبيعي ينفرض ضد من ضده، ترى فاهمك ومقدر وضعك الحساس، شعورك خليط الخوف والحقد والهدة، تنافض من الروعة وتزهم علي الحراس، والأفكار مرتبكة والأعصاب من شدة، وندنات نشوة تأتريني من النوماس، أغيب ما عاد الحظ وجودك ولا عده، انا يا الخبل ماني بواحد من ادنى الناس، انا من بنيا من هل العد والعده، انا يا الخبل ماني بواحد من ادنى الناس، انا من بنيا من هل العد والعده، من المره اللي مال صولاتها مرواس، من الساحل الشرقي لنجران ممتده، لو ان عادها بالعترسه فرس واستفراس، في كسره عصا نشرح على السجن ونهده، لكان ذا الزمن والحرب بالحبر والقرطاس، لكن ذا الزمن والحرب بالحبر والقرطاس، يدينا لداع السلم والعلم من مده، بيأتي الفرج وان كان ما جاء يا ابن مهراس، فحنا لها ما عن ملازيمها صدها، بيأتي الفرج وان كان ما جاء يا ابن مهراس، فحنا لها ما عن ملازيمها صده، ما والله انت راخا نرجي من الطفاس، طفاس هو اياه موقفنا ولو طالت المدة، وش الرجل لولا العنجهية وقوة الباس، وش المرجلها لولا ثباتنا على الشدة، وكب الضعيف اللي حياته يبار الساس، لطح الجمل به في ثم البيرة ما حده، وكب الذليل اللي مضرى على اللهاس، يروغ من الصملات رواغ سعوده، نخوض البحر ونكذب المي والغطاس، ولا همنا جزرة ولا همنا مده، ونمشي الوعر ونسهل الدرب للعساس، لعل المقيم المدهر يهم بالشدة، ويلنشت مخايل الرجع عقب طولة ياس، تحرى لسيل يلطم السد ويهده، وسلامي لأبو حمدان يحيي ذاك الراس، هو أبيض وجه وبجيها الأنذال مسودة، بقول له حاجات واجد، لكن عباس يطقطق كلبشاته وهو واصلنا حده، يعلم الله لولا أمانة النقل اني بيته اللي فيني اني ما اذكره. الله يصح لسانك يا
عبد الله السالم يفرج عليك ويبارك في ذريتك وعيالك ويفرج على الجميع إن شاء الله.